اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده من امراه من الصعيد الجوهري. حلقتنا النهارده بنتكلم فيها عن ام وليد. ام وليد يمكن بتمثل نموذج الست السعوديه اللي ممكن تبقى راجل وست في نفس الوقت، ممكن تتحمل المسؤوليه سنين طويله ما تكلش ولا تمل طالما في مصلحه بيتها واولادها. بنقول ازاي هنا بتبقى الست يعتمد عليها، ازاي بتقفل بابها عليها وعلى اولادها، ازاي بتحمل المسؤوليه بشكل كامل رغم ممكن يكون التعليم عادي او بسيط، الامكانيات بسيطه، لكن المهم ان هي تكون في حد ذاتها شخصيه يعتمد عليها. تابعونا النهارده وحلقه جديده مع ام وليد. اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية معانا، ومعاكم ضيفه حلقتنا اللي مشرفانا في مركز البيضيه محافظه الاقصر الست ام وليد. اهلا بيك ام وليد. اهلا بيك يا حلقة. الله يبارك فيك، الله يخليك. الحمد لله وانت طيبه ان شاء الله. الاول طبعا بنهنيكي يمكن اختيار احدى الجمعيات الاهليه هنا على ام وليد انها تكون ام مثاليه، وده اكيد بيبقى لهم معايير معينه وبيبقى المتقدمين كتير، لكن هم بيشوفوا مين احق، هم اللي عايشين في البلد وهم اللي عارفين مين الست اللي كافحت، مين اللي تستحق لقب زي ده انها تكون ام مثاليه، او ان هي يعني تبقى فرحانه كده ما شاء الله باولادها وتستحق اللقب ده. الاول مبروك التكريم. الله يبارك فيك، الله يخليك. رحتي بقى وكرموكي الحمد لله. رحنا ان شاء الله. ايوه يعني بتبقي مبسوطه بقى لما يقولوا لك مثلا لا الجمعيه الفلانيه دي كرمتك بقيتي ام مثاليه، يعني بيبقى ايه شعورك او حاسه؟ لا فرحانة والحمد لله، بسم الله ما شاء الله كده كنت فرحت. أول مرة أنا أروح، ما رحتش قبل كده يعني. لا ما رحتش قبل كده. بس هي بص يا موليد، احنا عايزين نقول إن الأم أم، سواء اتكرمت ما اتكرمتش، يعني هي بتقوم بدورها أي ست بفطرتها كده الطبيعي زي ما بتقول بتحاجي على أولادها. أيوه إن شاء الله. ما ابني داي اللي كرمني عبد الله. هو اللي قدم لك عبد الله؟ عبد الله جابر. جا قال لي يما تعالي انا حوديكي، يعني على غفله كده في وقت كنتيش تعرفي كمان؟ ما اعرفش. قال لي يما تعالي حوديكي، انا قد رنوا علي وقالوا لي هات الوالده حنكرمها، ورحت معاه. بتبقى جميله لما انت مش انت اللي تعملي الموضوع، لا لما حد يقدمه لك زي الهديه، لما تجي لك كده وانت مش واخد بالك تجي لك هديه من السماء، بتبقى لها طعم تاني غير لما انت تبقى جهزت وعملت او رحت اشتريت الحاجه دي بنفسك. فاكيد ام وليد كانت سعيده ان ابنها فكر فيها، وان عبد الله يعني حب ان هو يكافئها او يديها كده جزء من حقها يعني. ايوه كنت مبسوطة طبعا. الحمد لله اتبسطت. ايوه نقدر نقول مواليد، احكي لنا بقى عن حياتك من انت والولاد لسه صغيرين زي ما بيقولوا. انا عرفت ان زوج حضرتك ساب يعني البلد ولك من 83 لغايه 2006 ولا عيل. جيت بعد ما سافر يعني انا ولدت الولد الكبير ده. بعد كمان ابو الولاد ما كانش موجود. ما كانش موجود. لا كان موجود دايا، بس التانيين بعد ما سافر طبعا ولدتهم كان ياجي يلقى العيل الكبير. ياجي يلقى الكبير العيل. تحسبيها يمكن 23 سنه اخذ بر، ده عمر تاني. من قال بيقول من 83 ل 2006. ايوه. كان يعني اتجوزتي كان سنه ياخد سنتين، وبعد كده مره خد 5 سنين ومره 3 سنين، وباقي الايام كان ياخد سنه وياجي سنه وياجي. ممكن يقطع بالكم سنه او ممكن سنه. كان سنه وياجي سنه وياجي. طب كان عندك كم سنه لما اتجوزتي ساعتها؟ كان 13 سنه.
عايزه حد يخلي باله منك. 13 دول دلوقتي مش عايزه اقول لك ايه بيعملوا ايه بتا... مش بيعملوا حاجه. 13 تقريبا بيصحوهم من النوم ياكلوا ويشربوا ويناموا يعني. دلوقتي زمان ده دلوقتي جاب 20 سنه بس صحيه كلهم. 20 سنه مش 13 سنه. دولك لو قلت بيقول لك اسقيني البيت بتقول لك اسقيني، لكن احنا كنا كل حاجه بنعملها طبيخ وخبيز وغسيل وكله. وكانت الاول على الايدين الغسيل على الايدين كنا نغسل. تحملتي المسؤوليه بعدين؟ اتحملت الحمد لله. تحملت بعد كده الرفاهيه والغسالات والغسالات غسالات والخبيز برضو كنا نخبز زي كده برضو اعجن بالعجانيه انا بيدي واطلع بيها واخبز واقطع واحمل فرن يعني انت قليله كده يا ام وليد يعني ايه ربنا يديك الصحه قصدي يعني تعب خبيز وغسيل تعبت برضو عشان برضو ذاك رجلي يعني في سن صغير كنت سني 25 سنه ورجلي تعبوا طبعا من التعب بتاع بدأتي بدري كنا بقول لك انا كنت اشيل الرمله والطوب في البنيه اشيل الرمله والطوب مع العمال اساعد برضو عشان بنيتي بيتك بنفسك ايوه تشيلي معاهم عشان تخلصي بقى تشيلي الرمله عشان نساعد وتساعدي ايوه بدل ما اجره واحد ايوه اللي تعملي. طب واقدر الكلام ده ابو وليد ولا ايه؟ هو مش شايفنا دلوقتي ولا هيسمعنا. شايفه وبسامعك. لا انا عايزك تاخدي راحتك. شايفنا وسمعنا. لا لا بصي برضو بيبقى مهم انا اتعب من هنا للصبح بس اهم حاجه التقدير سواء من الزوج من الاولاد ان يحس لا الست دي تعبت بجد مش يعني ده العادي لا مش ده العادي اللي عملتيه ده مش عادي. لا عادي انت عارفه لا مش عادي لا انا بقول لك انه مش عادي ولا الست الصعيديه اتعودت على التعب والشقا اتعودنا ايوه اتعودنا على الشقا برضه الصعيديه برضه غير التنين على دول المصريين والبنادر غيرين احنا ما دول بيخبزوا ولا بيعجنوا ولا بيغسلوا ولا كل حاجه جاهزه بيجيبوها كل حاجه بيجيبوها بتجيب الطلبات لغايه البيت. دلوقتي كمان دليفري خلاص حتى ما يروحوش يشتروا ايوه بيجيبوا لغايه البيت الطلب عايزين كذا يجيبوا اذا كان العلاج بيجيبوه لغايه البيت لكن احنا بنروح لحالنا كل حاجه بنروح لنفسينا نجيب الحاجه ونعمل الحمد لله. لما تربيتي في بيتك بيت ابوكي كان معاكي اخواتك ولا كنتي وحيده ولا ولا تعودتي من انت وفي بيت ابوكي انك تخدمي يعني قصدي كنا بيت ابونا كان معانا اربع اولاد برضو وبنتين انا واختي كنا نشتغل لاخواتنا يعني وكانت امنا برضو تعبانه وكنا نشتغل احنا في البيت لاخواتنا نغسل ونكوي ونطبخ ونعمل ونخبز زي كده يعني متعودين من انت وفي بيت ابو برضو التعود بيخلي الواحده مستعده لاي حاجه ايوه مستعدة ما 13 سنة اتجوزت فين بتتجوز 13 سنة دول 20 سنة وفوق ولا 25 حتى بيخلصوا كليات ويبقوا برضو متكلين على الأم وعلى إن هم حاجتهم جاهزة وكل حاجة الجيل اختلف يا مولي أيوة اختلف كمان اللي بيزيد صعوبة المعيشة أحيانا مع احترام ربنا طبعا يبارك لك فيهم الولاد يعني قولي لو بنات بيساعدوا دي بتعمل حاجة ودي بتعمل حاجة يعني هي كانت هي واختها بنتين بيخدموا على اخوات الولاد البيت آخر واحدة جبتها كمان يعني كنت أنا متحملة مسؤولية الولاد والبيت والكل مع نفسي البيت آخر حاجة جات مش كمان في البداية وكان إيدها بإيدك لا في الآخر لا في الآخر واحدة معروف احنا عندنا الولاد طبعا ما بتعملش حاجه مش بيعملوا حاجه لا لا وبالذات في الصعيد يعني ولادنا للاسف ممكن يكون في نوع من الحب الزياده او التدليل او ان ده ولد بقى هيعمل ازاي ولا هيرتب معاها ولا ما يقدرش يعمل حاجه يا كل حاجه يلقوها جاهزه
اكلهم وشربهم ولبسهم وجرحهم وكل حاجه يعني. فده بيزيد العبء على الست وعلى السيده، ان ده بتعتقد ان ده محبه ليهم زياده، وان هو واجلال كده وتقدير. لا، ما الولد ما يشتغلش ويجي يلاقي حاجته على الجاهز، طبعا ده بيجي عليها وعلى صحتها وبيزيد من عبئها. لكن اكيد هي بتبقى يعني مواليد واضح انها طيبه، ده بيسعد الام طالما في مصلحه ولادها وشايفاهم مبسوطين. ايوه الحمد لله الحمد لله. نقدر نقول ان هل مثلا كنتي كان في اختلاط جامد، كنت بتطلعي بتدخلي ولا لا قافله حياتك على نفسك وعيالك؟ لا احكي لي انت كنت عايشه ازاي؟ لا بطلع، كنت واجب يعني في فرح في كر كنت اطلع في الواجبات بس. في الواجبات يعني القرايب كده والجيران بس، مكان بعيد لا. لكن انت بتقولي لي اللي كان نفعك برضو او كنت بتحاولي تسيطري بيه على الولاد، ان انت ييجوا تقفلي الباب عليكي وعليهم. عشان طبعا المشاكل زي ما عارفه الولاد بيتشاكلوا مع بعضهم، طبعا ابوهم ما قعدش انا هطلع اتشاكل في الشارع. لا كنت اقفل عليهم الباب، يجوا من المدرسه نقفل الباب بالمفتاح، واتغدوا اللي عايز ينام ينام واللي عايز يذاكر يذاكر، يعدين العصر برضه افتح لهم الباب واحميهم الاول ويروحوا يصلوا العصر ويروحوا الكتاب، يجوا برضه يتعشوا واللي عايز ينام ينام واللي عايز يذاكر يذاكر وكده، برضه نرد بابنا وخلاص كده. برضه الاختصاره في وقت من الاوقات بتبقى مهمه، يعني ان انت تحافظي على بيتك وعلى عيالك، لان زي ما انت بتقولي لو سبتهم في الشارع خلاص مشاكل وتبعات تانية مش حاصله. المشاكل عندنا والله، كان في واحد الله يرحمه كان يجري ورا العيال الشارع الكبير ده، احنا بيتنا كان جوا الشارع كده بشويه، يرمح ورا نقول بس مر جابر دي مره وراجل مع عيالها، والله لغايه ما مات يحلف بحياتي، يقول له ياجوا العويل بالتراب يكشحوا لهم اخذه وبالكياس وعبوها ميه وعبوها تراب ويكشحوا على بعضهم الرجال. ممكن عشان انت لوحدك شلتي المسؤوليه زياده. ايوه شلت المسؤوليه، عشان لو في اي مشكله هيقول لك لا عشان ابوهم مش موجود. ايوه مش موجود يعني. ايوه وكان يشتم برضه الناس، تشتم على العيال وتعمل، واحنا ليه الاختصار عباده؟ ولا ناخذ شتيمه ولا نشتم حد ولا حد يشتمنا، في بيتنا قاعدين وخلاص كافيين خيرنا شرنا. الست برضو بتحتاج ساعات في مواقف مثلا كنت بتحتاجي فيها الراجل لا غنى عنه طبعا، وانتي ما شاء الله ربنا يبارك فيكي قمتي بالدور كويس، لكن اكيد في مواقف صعبه عدت عليكي، عيل لا قدر الله تعب في ليل في نهار في بنروح بيهم، كنا احنا نوديهم المستشفى، كنت اروح انا كنت ابعت لاخواتي في المستشفى يروحوا معاي، طبعا عشان ما كانوا صغيرين العيال كانوا يروحوا يجوا معاي برضه نوديهم. حواليكي عايشين هنا جنبك؟ في واحد هنا والتانيين من هناك. هنا برضو خلي بالك احنا عندنا ميزه البلاد المحدوده او القرى او الاماكن اللي بيبقى الناس قريبه من بعض، يعني لو استنجدتي باي حد في اي ظرف هيجي لك مش هيسيبك. ايوه لا كانت الناس كويسه زمان مش زي دلوقتي. كانت كويسه زمان الناس. ليه تفتكري بالرغم ان الدنيا كانت ابسط والناس ما كانش معاها وكانت بس الزمن غير الزمن. الزمن غير الزمن، دولك الاخو مش كويس مع اخوه ولا الاخت كويسه مع اختها، مش زي زمان الجار كان احسن من اخوك، يعني جار القريب احسن من اخويا البعيد. ايه بقى ليكي في السوشيال ميديا والنت وليكي صفحه على الفيس لا 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 ولا تليفون اصلا معي؟ والله زي الفل يا ربي انهم قلائل. يا سلام، فين الناس الحلوه دي؟ متمنين يجيبوا لي انا مش راضيه. يا سلام والله. بس لما رحت طبعا ولدي جاب لي دعوه عبد الله، ورحت جاب لي تليفون صغير كده قال لي يا ام عشان اعرفك انت قاعده فين، ارن عليك اقول لك انت قاعده وين، بس اللي خدته لما جيت قلت لهم خذوا انا مش عايزه. رجعت لكم وخلاص. مش عايزه دوشه. مش عايزه تليفونات. ما قاعده كده برضه يعني. في ستات يقول لك ما شفتيش على مش عارفه على النت ايه، لا 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 صوره فلان برح. انا ما معيش، انا مش عايزه تليفونات، انا مش انا يعني مش مستقل يعني بالتليفون يجيبوا لي عيال، ولا متمنين يجيبوا لي، لكن انا مش عايزين يفرحوكي باي حاجه. بقول لهم لا مش عايزه تليفونات. والله لما قال لي يما ده عشان اعرفك انت قاعده فين، خدت 40 يوم في الحج انا. ما سافرتي يعني؟ ماخده 3 شهور مع ولدي عبد الله. ما شاء الله. اخذت العمرة رمضان وقعدنا الحجه الكبيره. اخذت 40 يوم قاعده في الحرم نفسه. ما اجر لي شقه ولدي
في بلد اسمها العزازية ليلة واحدة بيتها. قال لي اتأجرت لك يما هنا، طب فين حصل لي؟ أنا قلت له هنا عايزة الحرم. أنا عايزة الحرم، أنا جاية أصلي في الحرم. فين؟ قال لي في جامع قريب. قلت له لا، لا جامع قريب ولا بعيد، أنا جاية في الحرم، حقعد في الحرم زي أي حد، حيطير وراك يما حيعملوا. قلت له لا أنا حقعد هنا. وقعدت فعلا 40 يوم أنا في الحرم. قلت له عس على فلوسك روح. مش انا مش هروح فيها الشقه دي تاني خلاص. هي صلينا العشاء ورحنا، صليت الفجر بس فيها البلد دي، وجيت ركبت عربيه لنفسي، رنيت عليه قلت له انا مش هقعد هنا. قال لي خلاص يا ام طبل شوفي عربيه، وركبت العربيه من العزازيه لغايه الحرم لوحدي. زي مواليد دول على الفطره، اللي هم حتى لما بيروحوا الاراضي المقدسه او الحرم او بيبقى يعني ايه من جواهم الحب الفطري الطبيعي، انا هنا عايز استغل كل وقت واصلي، انا جاي الحرم. أيوة يبقى مش عايز اقعد في شقه ولا عايز اقعد. ايوه ودي بعيده، مش هلحق اروح تاني يعني، اروح ولا اجي ولا اروح اجي، دي مكان بعيد. أيوة بعيد قوي. ايوه دي اقعد بقى وبصلي. انا حقعد هنا. دي اكبر مكافاه اعملها لك عبد الله. هي الحي الله يباركهم كل اولادي، الله يبارك فيهم ويخليهم كلهم، والله كل واحد احسن من الثاني، وربنا يخليهم ويبارك فيهم ان شاء الله. طيبين اللي زيك هم بيبقوا البركه، وهم اللي بيبقوا السعاده الحقيقيه، ان هم انت وسطهم وهم وسطك. الحمد لله الحمد لله، ربنا يخليهم ويبارك فيهم ويعمل عيون منهم ان شاء الله ان شاء الله. على كل عين. والبنت كده خليتيها معتمده على نفسها وكده، اصل الوحيده دي بتبقى دلوعه. احنا اتعلمنا ثالثه اعدادي بس وطلع. بس بتبقى مدلعه اصلي الوحيده دي، مدلعه ولا جلع ولا حاجه، احنا مش بندلع. لا لا ما ده النموذج اللي بقول لكم عليه، نموذج الست الصعيديه بجد. لا برضو ما كانش نخليها تطلع، اخواتها دول ما يخلوهاش تطلع بره. ثالثه اعدادي خلاص ما رضوش حتى خلوها تروح التجاره. ده انتوا على قديمه بقى، على النظام القديم خالص. ما رضيش ابوه مرن قال له خليها تروح معي ود ثاني اسمه محمود. قال ابدا ما خليها تروح التجاره، لو راحت حجيبها مجرجره من شعرها. ده دماغه صعب. ليه بقى؟ زي باقي الباقي يعني. والله ما رضي، قال لا خايف عليها. خايف عليها. ايوه خايف عليها. وبعدين لغايه ما اتجوزت قعدت في البيت واتجوزت. قعدت مع البيت، وعلمناها برضو الطبيخ والخبيز والغسيل، واعتمدت على نفسها برضو لما اتجوزت وكل حاجه. هم انت بيتجمعوا معاكي في يوم، بيجوا لك في يوم محدد في الاسبوع، ولا مش شرط البين ما يجوا يجوا؟ قاعدين معايا ولادي. قاعدين في نفس المكان؟ فوق. كلهم هم الاربعه فوق يعني. البيت بتجيني الله بتغيب تغيب. النظام هنا في الصعيد الولد يسكن في نفس البيت، يعني بنت له هي ويسكن فوق، والبنت تطلع بقى ما خلاص تروح بالجوزة، وممكن تيجي زياره. جوزة والله رضيانه بيت جوزة، رضيانه زعلانه فوق راسنا من فوق. أيوة. مش هنرميها بيتنا. ايوه صح. ايوه لك على حاجه يعني، بصي دي العادات اللي هي بتخلي دايما في تماسك مع العيله ومع الولاد مع بعض، ف يعني دي حاجه جميله. الحمد لله. لا الحمد لله فوقينا هم الاربعه اولادي. النهارده بنتكلم على يمكن في نهايه حلقتنا مشاهدينا، يعني ازاي ادي الست البسيطه اللي ما فيهاش اي يعني عادي ولا اتعلمت ولا حاجه، لا بس هي عارفه ان ده الاساس وده اللي كل ست لازم تعمله، جوزها مسافر يبقى هي اللي تقوم بالموضوع، هي اللي تشيل البيت وهكذا. مريد امنياتك ايه؟ يعني بتحب ايه تتمني لاولادك؟ اتمنى لهم كل خير، كل خير، ويكونوا مبسوطين وفرحانين ودايما رقبتهم مرفوعه وكلمتهم مسموعه ان شاء الله. ولجيرانك هنا يعني تقولي لهم ايه كده؟ انا اعرف انت علاقتك حلوه بالجيران. لا جيراني بسم الله ما شاء الله زي العسل وزي الفل معاهم،
كنا نروح نصلي برضه في رمضان، نمشي مع بعض ونجي مع بعض كل حاجه في الفجر وفي بالليل. كل التوفيق ليك يا ام وليد، نشوفك دايما ان شاء الله على خير وسط اولادك وهم معاكي وانت معاهم، فرحانه بيهم يا رب ان شاء الله زي كل الستات اللي دايما بيمثلوا القيم المصريه الاصيله. شكرا ليك. وليد ما شاء الله دلوقتي يعني يمكن يعني متجوزه دلوقتي الله اكبر بسم الله ما شاء الله يمكن 50 سنه دلوقتي ليها، داخله في 50 سنه. فبنقول ان دي الست اللي بتعمر وبتبني البيت وبتكون الاسر وبتستحمل ايا كان الظروف، راجل موجود بتقدره، مش موجود لا بتسد مكانه. يمكن ده النماذج اللي من زمان بنفرح لما نشوف نموذج ده لسه بيننا ووسطينا، ونحس ان لسه يعني مصر بخير واهلها وستاتها دايما بخير وخاصة في الصعيد، ونقابلكم دايما في نماذج جميلة من امرأة من الصعيد الجواني.